السينما فتحت لي خيال. أهم حاجة في الطلاعة دي إنه في الوقت ده في مايو كان في وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب جات لقت في مدني في طلايع. سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى. بعد ذاك اهتم بانه اعمل شغل الاطفال لانه الاطفال بتشوك لانه بيفاجئوك بانه بيعملوا شغل غير اللي انت متوقعه. وما يقام وزارة الشباب والرياضة لما شافت الحكاية دي نقلت التجربة دي للخرطوم وعملت حاجة اسمها طلايع مايو. فقدمتها سمعت نصيحته وقدمتها للمحد. المحد الوقت داك ودي الحاجة اللي أنا برضو حسي بوصي بأنه لازم تعود تاني من جديد. المحد كان فيه امتحان بتاع مقدرات. امتحان المقدرات ده بتقدم الناس بيقدموا للمحد. نحن في فترتنا قدموا للمحد 300 نفر كنا 300 نفر قدمنا. أنا الوحيد الجاي من الثانوي. الباقيين كانوا المحد في الوقت ده كان بيقبل طلاب راشدين حاجة اسمها طلاب راشدين وبيقبل حاجة اسمها مواهب نادرة لأنه كان المحد في بدايته وما في ناس يعني مؤمنين بأنه يدرسوا محد الموسيقى والمسرح ويدرسوا مسرح وموسيقى ده كانوا شايفينها حاجة كده يعني بعيدة جدا جدا وما حاجة مفيدة ممكن ما يكون عندك مستقبل يعني. وبالتالي أنا قدمت من مكتب القبول جيت المحد. الناس اللي جيتوا معاي مخلصين الثانوي وشغالين كانوا ديل برضو قدموا ما قدموا من بشهاداتهم طوالي ده قدموا من الشباب والرياضة من وزارة الثقافة والإعلام كده يعني كان سعد يوسف بروفيسور سعد يوسف وأستاذ موصل أمير كانوا شغالين في وزارة الشباب والرياضة شغالين في مجلة الشباب والرياضة وفنانين شغالين في الموسم المسرحي شغالين مع فرق كثيره يعني بدوا شغالين مسرح. فلما جو من الشباب والرياضه ومن الناس جو برضو من الثانوي وكان معي هو الشفيع ابراهيم المخرج الشفيع ابراهيم الضوء. فلما جينا في النهايه لقينا انه نحن لازم نقعد 21 يوم في المعهد. ال 21 يوم بيدرسونا فيها تاريخ مسرح بيدرسونا فيها تمثيل ودرسونا تمثيل صامت وبعد ذلك بنمتحن في الحاجه دي حتى ندخل المعهد. وده حاجه انا بفتكر انه حاجه مهمه جدا. الموهبه ما كفايه بس يعني. وبعدين هو اساسا المعاهد ما بتطلع فنانين بتطلع ناس عارفين بالفنون لكن في وسط الناس العارفين بالفنون دي بتطلع ناس يعني فنانين حقيقيين. فبالتالي لازم الزول يكون في الاساس موهوب. فالدخول للمعهد حسي بس عن طريق القبول او عن طريق الشهادات ما 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 بيخلينا نكتشف فنانين جدد. البلد الاجمل ما يكون انا عيني رايداك ليه طينك وليه ارضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية. البلد المعف منك اثنين والناس كلها مساوية. لو شافوك بعيني اكيد العالم كله حيعجب بيك وانا شايفك من اجمل زاوية.